صباح النور. قبيل الرويتبي مدرب النجم الساحلي اعلن البارح على انسحابه من تدريب الفريق بعد تجربه ما دامتش شهر ونص، ومن المنتظر باش تعلن هيئه النجم في الساعات الجايه على المدرب البديل، والاقرب هو محمد المكشر وباش يكون معاه سيف غزال. النادي الافريقي يلعب اليوم مع التسعة المباراه الوديه الثانيه ليه في تربص حمام بورقيبه في برنامج التحضيرات نتاعو. الماتش باش يكون ضد العربي الكويتي، وبعدها يختم الملاعبيه يختموا تربص حمام بورقيبه. في النادي الصفاقسي تم برمجة تربص في العاصمة تقريبا أفماش نيوم، ينطلق من غدوة حتى الجمعة 19 أوت، وفي ثلاثة مباريات ودية بمشاركة 30 ملاعبي. الأسعد الدريدي هو المدرب الجديد لنادي أولمبيك خريبيا المغربي، باش يكون معاه زياد زيود كمدرب مساعد ومحمد المسعود معد بدني. من النتائج والمواعيد في البطولات الأوروبية، في إنجلترا البارح إيفرتون انهزم من تشيلسي 1-0، اليوم هذه ساعتين مانشستر يونايتد فريق حنبعل المجري يواجه برايتون، الأربعة ونص وستهام يواجه مانشستر سيتي. في فرنسا البارح فوز عريض للبي إس جي خارج القواعد 5-0 على كليرمون فوت، بالنسبة لسيف الخاوي احتياطي ودخل في الدقيقة 81. في الماتش هذا بي إس جي اللي فاز بخمسة منهم دوبلي ليونيل ميسي. اليوم مع ماضي ساعتين مونبلي فريق وهبي الخزري يواجه تروال، الأربعة ودرج جيران يواجه لوريون الفريق الجديد لمنتصر الطالبي. في ألمانيا ماضي ساعتين ونص شتوتغارت يواجه لايبسيك، والماضي ساعتين ونص اف سي كولن فريق الياس الصخيري يواجه شالكا. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونيت.